السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه. ولا لها صومالية ميل والبوات جوكتان الله إذن دوره إلهي هيدن دوره دون آخره إذن كي إهلكين أولاد دينوبا عليسك الله إذن كقاضوا الباب هذا خيرك الله يدين فرو نقول كأني هو برسمات كالله كسر عليو أمنك سيامان كيسان الله السوقو وبرنامج كأني تحانها أها دحالك يا رسول كأن الصوبا صلى الله عليه وسلم وحلقة دي سيكو يتبناد سيدان في ليو عاوه حالي وحان كسو هذا اللي وصلاة ده يو فائدة دي ده أدونك عاونا وحي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم يزدول تاقيسا قفك كتاق صلاة اي عقوبة كل عيسى دوني آخره محايا لي سيدا حالي دين سوى الشيقي سؤاله وحي أبديهين صلاة الصبح وحان كتاقنا صلاة الصبح ومسوكع كرنا صلاة الصبح سيدين يلا صلاة الصبح رسول كانون صلوات الله وسلامه عليه وكأورده هايو صلاة ها إذي الكود مركز الاسكود دارو صلاة دا إلهي وحيقرده كي كو قلبه كي كو قبو السدان بمعنى أنك قلبي يدينو صلاة ها كو مقبو السدان هرده دا أيانو كو قبو سنة محايا لي مرحد دي قلبي كي وحيو كو قبو سنة يو صلاة دا لقرده كي مجي فكرتت عائشة أمنا عائشة يا زواجتي كلام أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم مركو نحجوا حبيب كانوا صلاة الله والسلام عليه ولا شقين يو ها أما وشقين يو إيك حدي ومغلو أدن عائشة وحي الله رضي الله عنها وأرضاها كأنما إنجون إسعقون حي لي وحوي ريا عتكو أنا أكسن ها أمهات كان أردن نوغو راحي بلال صلاة نوغو راحي أول هدو قلبي يسو شاكدا يا إيو فرحدا ريركا أولادا هدي أكو قوو سنيي ريركي سو كل حجيرو وحائمان يولوغو ياريا وحكسي واناك بدا أو قلبي يكو راحي سنيي مركاسو أدك دقي جري مركا أي صلاة مركا أي هرددو كو رافيسو صلاة يا وادوك عويدو بمعنى إيك لباد إسبربر نيجي سادون كي الله وادون تي الله ها صلاة دمي ما مهودة سي وطا ها كبرت دان هوس تكسي قلا ما يسي سي كذو دا مسوان كعا مركاسا إبليس كو حكو رجا حيا إن آد إسدبوشيد و آد جيفتيد تاسا دا مركا دونو كو قناع دا بمعنى تاسا وقلبي او كو قوو سانا يوانا دم بيسك إلالي ها إيك ضدكي ووانك سانا قلبي يضغط وكقبو سنين صلاة وكل راحي سنين كالمي سنين صلاة ددو واناكسن مركي لقصو الشيكي إلهي امحو راعيي وكو رهيو فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وحاكوا كدن بيي ها وحا كدن بيي او نورو جوغا يا لتي الماما يا وانيجي اديك دت كان صلاه ضيع يا لتي الماما يا كصلاه الصبح كعباده يا لضيع يا كان عيشها قرب مريم مساجد كان الشيغيا فخلف من بعدهم وحاكوا كهري او كدنبيي خلف دلباس ها دلباس ما هم مؤمنين وعدوا الهي دلباس كان عدو الله ها ودلباس المشي يا دين ويان دالباس بحي يكون نقدين أضاعوا الصلاة صلاة دي بيديعين عشيه بيديعين وحي ديعين صبحي بيديعين ها ما وقف فائدة دودا ها أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وكان وحي يكون ديعين شهوات أي يكون ديعين وحي راعين شهوات اك مركل قوليها الصلاة خير من النوم حي على الصلاح حي على الفلاح يا صلاة دوي كقيمي بلانتا يرددا وكالي الليبان وكالي وناقي صلاح وكالي مركل الليه يا مركاد أدونا كبرتا أتسي هوتي إذا سي كدودي سريرتي أتسي عسي ليسي محاد راعدي شهود نفس شهو حالي رادا نفس دوحي جعيشاي ويكو قنعضو إلهي نار رالي قلنينين إلهي كعريسين يا واتبع الشهوات كالي بلو يري ما ياتريو تي شهوات هذه بطراع دي
مسلسل كي وداونا إسا حي على الصلاة يا للي هاي وحد ليه ذا هاي بلكن عند ميز تصلاة وتيجي ميسي مسلسل كان ورد معنا يا هاي حي على الصلاة عياره ورد معنا يعني كوب كي هورتي لقادن جول كي هورتي دلنا championship كي ود مارك تا داونا إسا كان وقناف يا يا لك صلاة وقناف ميسو إيه واتبع الشهوة واحد اللي تدبر يجي إيه قدون كي الله أضاع الصلاة صلاة دي قيمة قبضني هدي دي سمد الله كأن حريركي ال عماشي أقو إلهي أقو جعلا أيود ضيعيا عماد الدين أيود ضيعيا واتبع الشهوات شهواتك شهوات نوات غانا وحيابها نفسده جعشة هاي إيك إيك عدوك إيك العاوني ست الدون أيض عاونيسا وحد عاونيسا وإبليس وحد عاوني والشياطين وحد عاونيسا وهو ونفسد انتو حميمي كفريان سو موجد إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا سولو مدي إن النفس لأمارة بالسوء حميدي فرتا ها سكيلالي هو ده ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله هراعي بالوغيري هاي كل قوت نفسدي هودي إبليسكي الدنيا ده محل غيري فلا تغرنكم الحياة الدنيا ها يعني إذن كذين إن دلال كان الدونك حابضا انت نوردن وعاد وقاقا من أركيسد أك إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ها أك وحو إذن كاركا إبليس إدشيسا إبليس إيو وكو أذيكتو كدر الدنيا دي كدر نفسدي كدر هوذي وحي إذن كأركيان مال إذن كأذن كأركيان وركوان إسكا إلالية عذو أيا مرصاد كو جر مروالبا مركز الوسيي دفاعي با إلهي كو سودجيي هد يدن أينو كهد لينا الصلاة دا أينو ديعني والدفاع سو موغد أفرتن شي أيا الدفاع وينو غيه إيوحا كبادنودن شياطين الإنس شياطين الجن وحاولها نقول عسل هذه باهدا فرح أبدا ما حين كان الميسانين والصلاة الصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة واتأينوا ديعني ها دالباس باكدن بيه لليه دادكا صلاة دكا الميسان جري دادكا ووانك سنة صالحين تأها وحا كدن بيه ودالباس ديعي صلاة ديوها ود الراعي راعي شيادين راعي الدنيا راعي ها نفسد الراعي واتبع الشهوة حقي قليا فسوف يلقون غيا الدنيا هو إبليس يقفك راعا انتو قليا غي أيو قليا ووادي في جهنم إلهي عينيك كوري والله ليال صلاة الله قتقى فويل للمصلين الله قتقى اسكب داف صلاة الله قتقى متكم إذا هدياتك تكتت ومتكم إذا هدياتك تكتت ها أما أدي يعدد أما أدي يعدد وقت جيدي أدي يعدد أما أركان تذي نحر كذي خشوع ذي خضوع ذي أدي يعدد أك وح إلهي وكهر لي وادته كنية ما هدد كم تجي صلاة دي تارك صلاة دته كنية إلهي كهر لي أو ليه فويل للمصلين ويل ووادي في جهنم كورن تدبد عذاب ورن تدبد عذاب أيا وحو وادقان أي كم مغان قلان إلهو كن نغا إلالي كن نغا كوري دب وحو إلهي كم مغان قل يا دبك كالي ووادي في جهنم وادقا وحا لوغو تلقالي للمصلين ها دتو كان يا لوغو تلقالي الذين هم عن صلاتهم ساهون كو صلاة دود سهوين أيوها المامي وقت يدي بي إلاويا إيك أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات الذين هم عن صلاتهم ساهون ها وحواي هردد بيكو سهوينايا وامروا هرطور وقت يدي بيديعيا حدو باتو كندونتا دهوركو مدوا وقت دير بوليهي عصركو إيمان مايو سدح ساعة فر ساعة وهرطا داعة مسلسل كان حدو دمانيا واتون دقيقين دقيسو او عيارها فيرسو او شاكذا دقوف كان قاليقا بل ما ركتاي عادك لدميستا تنهي نود دمبيسي سلاة دائمت كيد بالتو كذا إلهي وغفور الرحيم ايك ساهون ها الذين هم عن صلاتهم ساهون اما وحو ديعيا
salaadii waqtigeedii buu ku tukanayaaye dee nuxurkeedii khushuuceedii khuduuceedii arkaanteedii tumaniinadeedii quubqac quubqac digaag biyo cabaysa ha shimbir biyo cabaysa oo kale weeyaan soo ma garana alladiina hum can salaatihim saahuun ka waran marka nin tukada oo un dayacay salaadii haddii la yidhi weyl iyo qayi ayay galayaan ibnu cabaas wuxuu leeyay labadan aayadoodba dad tukanayay ku soo degeen oo salaadoodii dayacaya ama waqtigeedii ama khushuuceedii maxaad u malaysaa kii aanan tukanaynin tutalin laa ilaaha ila allah ya war yaynaan dayacin salaada ha salaada cuquubadeeda eeg walaalayaal aakhiro waxa ugu horeeya ugu horeeya ee cadaabku qofku uu ku galayo waa intee waa maxay waa salaada ha maa salakakum fii saqar ha dadkii mu'miniinta ahaa ayaa asxaabtoodii kale adduunka dee is yaqaaneen oo kusii socda saqara sii gelaya markay arkaan ay leeyihiin maa salakakum fii saqar war saqara maxaa idin geliyey ha saqaro maxaa idin geliyay eeg waa la degayaa waa adwaa fi darki alasfali min annaar waa hoos baa loo degayaa jannadana waa la fuulaya waa darajaad kuwaanoo kore fuulaya ayaa hoos waxay ka arkayaan kuwaanoo sii hoobanayo sii shalwanaya maa salakakum fii saqar maxay leeyihiin qaaluu lam naku min almusalliin inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun ma aynaan tukan jirin ha ma aynaan tukan jirin bimacnaa salaadoo dhan ma tukan jirin misana salaada waan daahin jirno waqtigeedaan dhaafin jirnay duurka waxaan tukanaynaa casarkiio wadaadka addimi rabo ha ayaan tukanaynaa maqribka casarkiio maqribkiio la addimaya ayaan casar tukanaynaa salaad baanu ka tegaynaa ama rukuucdeedii khushuuceedii salaadaha ma aanan ilaalin jirin ma aanan xifdin jirin maa salakakum fii saqar qaaluu lam naku min almusalliin ha soo ma aragtid haddii weyl loogu talagalay dad tukanaya qayi ay gelayaan dad tukanaya saqara ay gelayaan dadka tukanaya intaasoo dhan war ma waad kaysan kartaa iska ilaali salaad yaanay kaa tegin ha salaada yaanay marnaba kaa tegin taada kale eeg waxaad leedahay janno jannaan doonayaa waxaad ku andacoonaysaa inaad tahay ummatu muxammed qof ka mid ah laakiin waxaan kuu sheegayaa kaaga aan tukanayninow kamid maahid ummadda nabi maxamed ha anigana ma aanan dhihin waxa dhahaya waa xabiibkaaga sala allahu calayhi wasalam wuu yaqaanaa ummaddiisa ha wuu yaqaanaa maalin walbana camalka ummaddiisa loo bandhigaa maalinka isniinta iyo maalinka khamiista ah salaad darridaada aad ka tagtay salaada aad dayacday waa loo bandhigayaa la soco wuu la socdaa xabiibku qabrigiisu ku nool yahay sala allahu calayhi wasalam jirkiisuna waa saliim carradu ma cunto ambiyada ilaahay ha axaadiis saxiixa ayaa inoo sheegaya in acmaasheenna loo bandhigo xabiibka sala allahu calayhi wasalam malaa'ig baa qaadaysa oo u geynaysa ha iska ilaali maalinka qiyaame eeg wuu garanayaa dadka ilaa qiyaami saaca ha ummaddiisa ilaa ummad kale dhalan mayso waa ummaddiisa intaasoo dhan isagaa ugu dad badan markaasaa maalinka qiyaame seebuu ku garan in isagaa dhahaya ku salli xabiibkaaga sal allahu alayh wasalam wuxuu dhahayaa inna ummatii yudcawna yowma alqiyaamati ghurran muxajaliina min athari alwuduu ha ummaddayda maalinka qiyaame waa garanayaa buu leeyahy waa loo yeerayaa ha yaa ummata muxammad ee la leeyahay waa loo yeerayaa see lusuu ku garanayaa ghurran ghurran muxajaliin ghurran eeg waa weji garaaran yihiin wejiyadoo dhan baacad wejiyadii dhegihii madaxii waa horaadkii oo dhan baacad muxajaliin garbihii iyo lugihii oo dhan baacad cad ha wa min athari alwuduu ha haddaadanba weysaysan jirin adiga oo aada salaada subax weysadii ka tagtay ama aada khiyaani jirtay ya dee yaad khiyaanaysaa waa nafsadaada ha saad ugu andacoonaysaad u leedahay ummaddaan ahay ha ummaddaan ahay sheegasho ma aha diintan diintan waa camal ina aladiina aamanuu wacamilu saalixaat ha ya yudcawna ina ummatii yudcawna yowma alqiyaamati ghurran muxajaliin min athari alwuduu
marka maalinkaas caguhu waa ku madow yahay, gacmuhu waa ku madow yahay, wajigu waa ku madow yahay, macnaha maalinkaas iftiin ma jiro. Nuurka inta laga qaataa, ha nuurka waa halkan, salaadu waa nuur, wallaahi waa nuur. Xabiibkaa dhahaya ku salli xabiibkaaga sal alla slam, bashir ilmashaa'iina fi dhulami ila almasaajid binnuuri taam yowma alqiyaama. Dadka mugdiyada u socda masaajidada waa cishihii iyo subaxii waa kuwa aad dayacday, waa kuwa ideerkeena aynu dayacnay, ha ee ibliiskuna dayacsiiyey musalsalaadka iyo hurdada iyo laqwiga sheekada aynu ku dayacnay weeyaan, sariiraha korkooda aynu ku dayacnay. bashir ilmashaa'iina fi dhulami ila almasaajid, uu bishaare dadka mugdiyada u socda masaajidada ilaahay u bishaare. waxaad ugu bishaaraysaa binuuri taama yowma alqiyaama, ha nuur buuxa. nuur buuxa macniisa waa maxay? waa iftiin bilow leh ilaa iyo wuxuu ka bilaabanayaa marka lasoo baxayo ayuu ku bilaabanayaa, qabriga barzakhu ku bilaabanaya, way la soo baxayaan maxsharkay la gudbayaan ilaa jannadii oo ifaysaa ay galaan ka munaafiqiinta, laakiin waa go'ayaan. ha nuur yar inta la tuso waa intii ay iimaanka sheeganayeen, ha oo adduunyadooda ku ilaashanayeen, ha waa ku rumaynay ay dhahayaan rasuulka, mana aanay rumaynin ilaahay. adduunkooda iyo xoolahooda, dhiiggooda, awlaadooda in loogu ilaaliyo noloshooday doonayaan, intii yareed ayaa loo bidhaaminayaa. dhaxda markuu marayaan ayuu go'ayaa, weliba siraadku ku go'ayaa. ma aha nuur taam ah, laakiin dadkan mu'miniinta ah iimaankoodu buuxo dhabta ah ugu bishaaree baa la yidhi nuur buuxa ilaa ay jannada ka galaan. allahu akbar. salaadu waa nuur, salaadu waa nuur. haddaad doonaysid in noloshaada ilaahay nuuriyo tuko, oo salaadaha ilaali, oo jameecada ku ilaali, ha waysada ilaali. xataa wuxuu leeyahay abu hurayra xadiisku warinaya, wuxuu leeyahay dheereysta qof walba intuu waysada dheereysan karo ha dheereysta, meel walbo waysadu gaadho ilaahay wuu ifinayaa. allahu akbar. ya war diinteenu waa iftiin, ha diintu waa iftiin, bal salaadu waa iftiin, wax walboo diinta dhexdhacaya, islaamka dhexdhacaya waa iftiin. xataa waa ka uu leeyahay xabiibkeena salawaatullahi wasalaamu caleyh, cirada yar timaha yar ee cadaada adigoo muslim ah ku cadaadaa, maalinka qiyaamaha nuur buu kuu noqonayaa. wax walba waa nuur. waxaasaynu ka qatannahay, war maxaynu gaal uga baahannahay ii sheeg, gaal iyo munaafiq maxaan uga baahannahay? maxaynu dulli u noqonay annagoo nicmadan haysanna, nuurka adduunka annagoo haysanna, maxaanu u noqonay gacanta liidata annagoo gacanta sarraysa ah ilaahay uu inaga yeelay? maxaynu gaal iyo gaalweeke aynu cizi oo rabbi ameerika aynu cizi uga raadina, aynu sharaf uga raadina, ha aynu qiimihi magac uga raadina, annagoo islaamka uuna qiimeeyey, islaamka uuna macneeyey, islaamka cizi iyo sharaf uu inoo yeelay. ha walilaahi alcizza walirasuulih walilmu'miniina walaakin almunaafiqiina laa yaclamuun. ha garan mayaan ilaahay baa cizi leh, sharaf leh, qiimi leh iyo qadar leh, rasuul baa leh, mu'miniinta leh. maxaynu ku yeelanay? waa islaamkan. islaamka markaynu dayacno, islaamka waxyaabaha ugu horreeya ugu waaweyna waa salaada weeyaan. markaynu dayacno yaa inoo yeeli karaayo? hadday maxaynu soo qaadanay habeenadii, habeen hore maxaynu soo qaadanay? in yansurkum allah fala ghaaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dha aladii yansurukum min bacdi wa cala allahi falyatawakkal lmu'minuun. ha eeg u gargaar ilaahay, haddaad u gargaartaan ilaahay cid ghaalib wallahi idinka noqon kartaa inaanay jirin abadan. ugu gargaar ilaahay salaadaa tukanaysid, ha salaadaa ugu gargaar, weliba ugu gargaar waqtigeedu aad ku tukatid, ugu gargaar jameecadu aad ku tukatid, ugu gargaar guryihiisu aad timaadaan. ha halka nuurku ku soo degayo, ha imaada, ha ugu gargaar. markaad ugu gargaartid, ha falaa ghaaliba lakum, wallaahi inaanu jirin wax idinka qaalib noqonaayo. xaaraan baan idinka qaalib noqon karin, ilaahay xalaal ayuu idin siinayaa, baarinimo ayuu ilaahay idinku gargaarayaa oo aad ku qaalib noqonaysaan, caasinimo marnaba idinkama qaalib noqonayso, farxad iyo sacaado ayaa ilaahay idinkugu gargaarayaa, soo ma garan, oo aad ku qaalib noqonaysaan. wallaahi inaanay murug iyo welwel iyo hami iyo fikir iyo balaayo iyo xumaan marnaba aanay idinka qaalib noqonaynin,
Ya in yansurkumullah fala galiba lakum. Laakin markaad ka tagtaan qiyamkan qiimigan wanaagan ya wa in yakhdhulkum ilaha du garabkeena ka baxo garabkeena hadu ilaahi ka baxo oo iblis uu meeshii soo galo faman dhal ladhi yansurukum min ba'di marka kadib ilaahi markuu baxa kadib ya idin gargaaraya ha iblis ba booski ilaahi idin gali karaya ha war isku mid ma aha ma yahay ilaahi inuu gargaarno ilaahi diintiisa inuu gargaarno si aynu ummadda muxammed salawaatu wasalaamu caleyh u noqonno adduunkan aynu ugu noqonno aakhira aynu ugu noqonno aynu salaada u gargaarno salaada aynu xoojinno marnaba yaynaan maqlin salaadaa laga tegey salaad baa igu culus munaafiqun bay salaad ku cuslaataa munaafiqna waad garanaysaan meeshuu galaya ina almunaafiqiina fi ddarki alasfali min annaar ha naaraha darakaadkaas ah ee hooseeya midda ugu hooseysa ayaad galaysaa ilaahay inaga koriyo kuwa salaada ilaaliya allah inaga yeelo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto ilaahay waxaa uga baryay inuu taladeeda halka yeelo ul iyo diirkeed ka yeelo qalbi qof kaliya ka yeelo inteeda xanuunsan allaha caafiyo inteeda dhibba dhibka allaha ka qaado culayska allaha ka qaado albaabada khayrka ee ma aragtaayay xiran ilaahay ha u furo ummadda soomaaliyeed ilaahay waxaan ka badiyay inta xiran allaha soo daayo inta xiran xabisada allaha ka soo daayo hooyooyin badan baa ubad laga qaatay ubadka ilaahay ha u soo celiyo in baa lagu soo socdaay ilaahay waxaan ka baryay inuu ilaahay ka difaaco uu ka celiyo inta caasiga ilaahay soo hanuuniyo inta kala maqan waa la kala maqan yahay ilaahay soo ururiyo adduunkan ilaahay raali ahaanshiisa haynugu nooleeyo ilaahay nagama qaada adduunkan nagama saaro ilaahay nagama saaro adduunkan ilaa isagoo raali naga ah maahane haddaynu ka tagno jannatul firdows macalxabiib ilaahay haysugukaay geeyo astawdicukum allah aladii laa tadiicu wadaa'icuhu wasalaamu calaykum waraxmat ullah